عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما رح يتغني عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما رح ينحني تعالى في أبي من نومه هذا أكيد أجير الفران جايب الخبزات بس والله حرام فيقوا من النوم طول الليل سهران وتعبان أنا كامل أجير الفران أختي جايب لك الخبزات هاتون أخي هاتون لم علينا عبيدك يا رب مش
شو عم تساوي هون لك كامي؟ شو عم تساوي قصير؟ جاي اعطيك بزاد لو سعيد. ايه هاتهم من ايدك، هاتهم انا بعطيهم. تيسر على شغلك. كتر خيرك. الله معك. عم يا سعيد هون اختي؟ ايه هون اخي هون. لحظة هلا بفيق لك اياه. معيتك. يا بي بيع الحليب واجير الفران على الباب يا بي. عم يستنوك يا بي. اهلي صياح. اهلي عمي، شو جبت لي الحليبات؟ ايه صح النوم عمي، صح بدنا حليبات على كيف كيفك. يلا وهي الخبزات ترك لك اياهم كامل كمان. الله يسلم ايديك. لكان دقيقة لجيب لك الطنجرة. يلا بانتظارك. يستمر ياتك. الله يسلمك. حليب تعي شو بدك تنحتي؟ تعي. متأكدة؟ طبعا متأكدة. وش قضيت ليلي مثل فراق الوالدين وانا عم بضرب اخماس بسداس وعم بسأل حالي كل الليل يا ترى حبلي ولا لا؟ تعرف مصعب شو؟ بتمنى احبل وجيب ولد. رح يصير يا والدي، رح يصير ان شاء الله. امتى؟ هو علينا رجعنا؟ لا بس انا ما بدي نضل خايفين ويصير معنا شيء واطلع حبله. قربت ان شاء الله. قربت. شو هي اللي قربت؟ قربت شو قصدنا ان شاء الله. يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي حارة العقيدة أبو صخر؟ هي بذاتها. قلي بدي أشوف العقيدة أبو صخر. ومين الداعي؟ الداعي أبو مرعي. يا أهلين عمي أبو مرعي، منين جاي؟ عمي؟ ما حقول لك منين جاي إلا قدام العقيدة أبو صخر. أيوه. يا شو عليه؟ شرف عمي شرف. شرف. يا ميت أهلين وسهلين بمراتي، زارتنا البركة. أهلين وسهلين فيكي شهيرة خانم. بس بدي افهم شلون خطرنا على بالك؟ ولو انت دايما بالبال شهيره خانم، بعدين نحن ما لنا غنى عنك يا كبيره الحاره انت. تسلمي يا امراتي تسلمي. شهيره خانم بدي اسالك، صحيح مثل ما سمعت؟ خير ان شاء الله. شو سمعتي؟ صحيح مثل ما عم بيقولوا انه اخوكي ابو عامر قلع مرته كامله بنت ابو عزو الحلاق وخلاها تروح لحالها بنصاص الليالي على بيت اهلها. ايه ومين قال لك؟ هيك سمعت من ام سعيد الداية الشهيرة خانم. ام سعيد الداية؟ لا تبريني هالحكي مو صحيح. اخي ابو عامر ناقر شوي هو ومرته كاملة وبعتها زيارة لبيت اهلها وبكرة ان شاء الله راجع على بيتها معززة مكرمة. يعني هذا اللي بيصير بين كل رجال ومرته بيتناقروا. ايه ألف الحمد لله يلي ما صار زعل بينكم وبين بيت أبو عزه مثل ما سمعت شهيرة خانه. إن شاء الله بينقال قوالة لأم سعيد. ايه لا لا صار زعل ولا صار شيء. الحمد لله الحمد لله طمنتيني. قليلي شو أخبار بنتك حسنية؟ إن شاء الله خلفت. ألف الحمد لله الله كرمة بتوم صبي وبنت. إن شاء الله ألف مبروك والحمد لله على سلامتها. الله يبارك فيك يا حق. بسيطة يا أم سعيد، عملتينا شغلتك وعملتك وحاملة هالقصة وعم تدوري فيها من بيت لبيت. مراتك تفضلي تفضلي اشربي القهوة. وأنا بكون عمو لصياح. من هاد صياح بلا زغرة؟ صياح بيع الحليب اللي ندفك السكين بحارة القصب وتصارت المشكلة. ندفك ملعون ولا حز رعبتك هلا؟ أنا مو قصدي أقول هيك عقيد. خلصنا برعي لفة بقى لفة. اللي بدا شو جابك لعندي؟ شو بدك مني؟ جاي حط ايدي بايدك على غريمي وغريمك عقيد. شو عمل لك هذا اللي اسمه صياح؟ اكل حقي
حقي لي وردته عن أبي. ما فهمت، فهمني يا سيدي. أخي قبل ما يموت كان موعدني يعطيني نص أملاكه إلي والنص الثاني لصياح من وردة أبي يلي كانت كلها باسمه. ايوه، وشلون أخذ لك حقك هذا اللي اسمه صياح؟ كان أخي بآخر أياماته وكان مضوع عقيد، عم راح صياح جايب كاتب بالعدل ومبسمه على كل أملاكه، يعني صارت كلها باسمه عقيد. يا باطل، العمى ضربه. لك شلون بجيب كاتب العدل بوعه على كل شيء بصير باسمه؟ أنا ما كان عندي علم بالقصة، ولما مات أخي الله يرحمه ويحسن إليه طلبت صياح بالورثة قام ما عطاني شيء. معقول الحكي لك أب مرعي؟ شان هيك عقيد أنا ما اعتبرته ابن أخي واعتبرته غريمي، شنه هو نسي القربة ونسي إنه أنا عمه ولي حق عنده. وشو المطلوب مني؟ أب معيتك يا عقيد، بدي وديه على الدربة. يا بدك تخلص عليه؟ إيه بدي إياه يموت، لأنه إذا مات ما حدا بيرته غيري. مش كان صار هالشي عقيد؟ إنك مني 10 ذهبات حلال زلال وبتاخده مني شندي. ايوه قلت لي 10 ذهبات. ايه اذا اتفقنا عقيد بعطيك 3 ذهبات والباقي بعطيك اياهم وقت تشوفه مقتول. ايه شو علي؟ اهلين باب مرعي عمي جهزوا لنا 3 ذهبات وقروا لنا الفاتحه على روح هذا صاحبك. شو اسمه قلت لي؟ صياح. صياح. ايوه ارو الله بحيي اصلك يا عقيد. إن شاء الله قعدتك ما تطول أنت كمان عشان رجلي يحترم من الفلها، صار لازم تطلع أنت كمان من هون لحتى أخلص الموضوع اللي فايت من شانه. صار لازم مور سيدي. اسمع يا سمير، أنا طالع على القلعة لسلم هالسجينين باليد هنيك، ماشي؟ أمرك سيدي. بدي إياك تدير بالك هون، وإذا حدا سألك عني بتقول له لا على السراية. لوين رحت؟ على السراية سيدي. ماشي، العربية جاهزة؟ جاهزة، والسجينين جوات القفص. والدورية مع العناصر وسلاحهم تمام؟ سيدي كله جاهز تحت أمرك. زرع محلي لشوف. حاضر سيدي. السلام عليكم. السلام. لازم نخلي القصة تكبر بين أبو عامر وأبو عزو. طيب يا أبو جميل، هلأ نحن شو في شيء بنقدر نساويه وما سوينا؟ بس هي الحكاية صايرة على لسان كل نسوان الحارة. أوف، شلون عرفوا يا أبو جميل؟ والله ما بعرف، بس يمكن لك هاي الدايم سعيد عم تنقل الخبر من بيت لبيت، وأنا دريت من حرمتي اللي دريت من أم سعيد. الله يصلحها الأم سعيد. لك هاي داهي ولازم تكون حريصة وأمينة على أسرار بيوت الناس. أنا شيخي فعلا نحن لازم نلاقي طريقة نقنعه فيها لأبو عزو يرجع بنته لأبو عامر قبل ما تكبر الشغلة ويصير فيها حكي طالع نازل. شلون يا مختار؟ شلون؟ أنا بقول إنه تدخل فيها أنت بشخصك الكريم تدخل بيناتهم، بركي الله بيفرجها على إيدك يا أخي. حاضر يا مهدار، أنا راح أفوت بهالشغلة والله يقدم يلي فيه الخير. خود شو هاد معلمتي؟ هلا أنا عم استنى كل هالوقت مشان هدول؟ دبر حالك فيهم، ما معي غيرهم. لا هدول ما بيكفوا. منو شو بدي أقول لعمتك أنا بس هدول؟ قلاس عمتي شيلة، أنا بعطيها مصروفة، أنت دبر راسك بهدول. لا هدول ما بيكفوا، ما بيعملوا شيء، ما هم محرزين. ما معي
فوزية عطينا ولينا هدول ما بيعملوا شي بنو هدول بلا شي. عم قل لك ما معي غير ونفهم بقى. اسمعي لقلك فوزية، ما بيكفي انا متحمل ابو عامر، كمان انت جاي علي. انت بتعرفي انه كل هالنعيم اللي انت عايشه فيه من تحت راسي انا. كلمتي مني لابو عامر برجعك لايام الذل اللي كنتي عايشتيها. هلا شو لزومه هذا الحكي؟ لا ولا شيء، عم ذكرك انا بس. معك يومين، اذا ما امنتي لي مبلغ محرز انا لساني ما بعرف اربطه، وساعدت علي وعلى اعدائي. انت شو عم تحكي قداس؟ وحاول تحكي اللي صار. رح استناكي ثلاث ايام. بدك تكوني مأمنتي لي ذهبتين، فهمتي لما لا؟ خلص. أنا رح أحاول أأمن لك إياها. أنا قلت اللي عندي. والباقي عندك فوزية خانم. سلام. فلفل ورنفول. فلفل ورنفول. يا ربي من وين طلع لي قداس؟ أنا من وين بدي لاقيها لحتى لاقيها؟ لازم دبر له الذهبتين وسد له حلقه فيهم، لأنه هذا ابن حرام، وإذا فلت لسانه ممكن تصير مصيبة. بس أنا من وين بدي دبرهم؟ من وين وأبو عامر صار له فترة ما عطاني قرش واحد؟ لك الله لا يوفقك يا قداس، الله لا يوفقك. فوزية؟ ليش واقفة هون؟ كنت عم بحكي مع قداس على باب سقاق. ايه وشو بده منك؟ ما بده شيء، بس عم يسألني إذا محتاجين شيء أو بدنا شيء. وإنتي شو قلتي له؟ أنا وصيته على شوية قطايف وشوية قلوبات وهيك. ماشي. بدك شيء أعمل لك يا شهيرة خانم؟ شو بدك تعملي لي؟ أي شيء تشربي؟ لا سلامتك، ما بدي شيء. وآكلة قتلة من جوزة حشكو لبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم سليم، بنتك هذا أول حبل لإلها، ما لازم تتركيها هيك بين إيدين هالجلاد. شو بدي أعمل يا أم سعيد؟ جوزي ما بيهون عليه أطلع من البيت حتى لو كان لبيت بنتي. يا لطيف كمان جوزك كتير عقلاته صعبين، كم مرة رجال الحارة حكوا معه مشان يعطي دور للنسوان عنده بالحمام وراسه ألف سيف ما يقبل، لكن كان كسب له قرشين وكان ريح النسوان من الروح على الحمام الثاني. جوزي هيك إذا حط شغل براسه ما حدا بيقدر يقنعه، هو يعني مو حابب يعمل دور للنسوان عنده بالحمام. الله يعينك، الله يعينك على عقلاته. يعني شو بدنا نعمل؟ الوحدة بدها تتحمل عقلات جوزها، يعني مو طالع بإيدنا شيء. مشان هيك يا أم سعيد بدي إياكي ما تقطعي فكرية وتشقي عليها يوم بالأسبوع، وأنا بشوف خاطرك. أي مو تكرم عيني، ولو يا أم سليم بنتك فكرية كأنها بنتي رشيدة، إلك علي كل أسبوع شق علي نهار. الله يجبر بخاطرك يا أم سعيد. يا عميد أهلين وسهلين خالتي. هالعين تقبريني. تفضلي. يسلموا هالإيدين. تفضلي يا أم. يسلموا إيديك يا أم. إيه ما شاء الله قمر مصور، إلهي يبعث لك ابن الحلال ليصل خاطرك. الله يسلمك يا أم. جاهزين للسفرة ما دام أم سعيد عنا، بدنا نكسبها على الفطور. هي تكسبك مكة يا أم سليم. حاضر يا أم من عيوني على إذنكم.
إيه ما شاء الله على بناتي، كلهم أدب وحشمة وأخلاق. إلهي يبعث لهم نصيب أحسن من نصيب أختهم فكرية. والله رجدي رجال ومعبي مركزه ومو منقص شي على فكرية. بس كمان التاني عقلاته صعبين، كنه جوزي لقوا فوق قتلوا ضرب كمان. أم سعيد شو بدي قلك؟ أمريني أم سليم. يعني بركداً بركداً يعني بتلاقي لهم للبنتين اللي عندي عرسان مناح يستروه. ايه مو على راسي، ايه والله والله ألف عيلة بتتمنى نسبكم. وإلك علي إذا تم هالنصيب على إيدي حلوان مرتب وبتعرفيني إذا وعد بوفي. ايه الشهادة لله، كلامك عندي طابه، قولي الله. هلأ أنت بترضاها يا شيخ عبد الكريم إنه أبو عامر يضرب بنتي قدام ضرايرها ويقلعها ويخليها تطلع لحالها بالليل؟ ترضى هالشي؟ لا أعوذ بالله، ما حدا بيرضى بهالشي يا أبو عزو. هاي أنت قلت بعظمة لسانك يا شيخي، شلون بدي أقبلها على نفسي أنا ورجعها لبيت جوزها؟ المسامح كريم يا أبو عزو، المسامح كريم. وأبو عامر حسبي غلطه ومن شان هيك أنا جاي لعندها. صعبة صعبة كتير يا شيخي، انت على عيني، مقامك على العين والراس. بس بدك ما تواخذني يعني، ما بدي الرجعة، ما بدي الرجعة يا شيخي. يعني شو ناوي على خربان بيت بنتك يا ابو عزو؟ ولا انت بدك اياها تتطلع منه؟ اعوذ بالله يا شيخي، ما حدا بيحب خربان البيوت. بس من شان الله، من شان الله ما تواخذني انت شيخي. تركني هلا ليهدى بالي من هالقصة هي، وبعدين لكل حادث حديث. ايه مثل ما بدك يا ابو عزو، وما بدك تبعتها انت حر، بس هيك بتكون انت ناوي تخرب بيت بنتك. ها وما على الرسول الا البلاغ المبين. خليك شيخي، اشرب لك شيء. مره ثانيه بهداوه بالكم ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. وانا شو بدي ساوي بحالي يا معلم ابو عامر؟ هاي رزقت انقطعت وقاعد بلا شغل، مشان الله انا بحاجه يا معلم ابو عامر. بعرف يا ماجد، والله بعرف. عمي انا راح اعوض لك كل شيء، وراح اعوض لك عطلتك كمان. منيح هيك؟ كتر خيرك يا معلم، كتر خيرك. بس اوعى تتنازل عن الشكوى. ما بدك يعني اتنازل؟ نو حتى انا اطلب منك. امرك يا معلم، امرك. زيك عمي، تشتري عواطل يتكسروا وبتجدد بضاعتك. ربي يعوض عليك يا كبير، الله يخلينا اياك. الله يحفظك، وشو فهمتك مشان غريب. ما رح اتنازل عن الشكوى لحتى انت تأمرني يا معلم ابو عامر، غيره. مري عليك، روح عمي عشان الله. والله ما بتقوم يا عمي ابو عامر. مال واجبك. لا الله يخلينا اياك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك. هات الارجيله يا ولد. والله يا مختار لساتهم يبس راسه. لك هذا ابو عزو شو بو؟ شو صاير له؟ والله ما بنعرفه هيك. انا يلي علي عملته يا مختار، والشغله صارت عنده. مع انه الاب ما بيجوز يمنع بنته ترجع لجوزها اذا كانت هي رغبانه ترجع له. مزبوط هذا الكلام المزبوط. لك مشتو؟ مشتو؟ تاج راسه لمستو. تارجو مرني. وصال لعند ابو عامر على البوايكيه وقول له المختار بده اياك، شرف لعنده. يلا بأمرك. طير تروح لعنده انت ولا هو يجي لعنده؟ لا هو يجي لعندي. تاج راسي. شو بدك من ابو عامر يا مختار؟ لك بدي شوف وافهم منه شو عامل مع بنته لابو عزو لحتى ميبس راسه لهالدرجه ما بده يرجع لها. نحن الحكومه الان ولن نسمح لاي حكومه عربيه ان تظهر معنا الا اذا كانت موافقه على وجودنا. أنا معكم يا سيدي. ونحن نعلم يا غازي أنك من مخلفات حكم تركي، وقد تركناك في عملك لأننا علمنا أنك تعلمت في فرنسا لبس هذه البدلة العسكرية. وهذا فخر لي يا سيدي. وأنا لست فخورا بك وبتكسيرك في القبض على من قتل جنودنا. سيدي لقد فتشت الحارات ولم نجده يا سيدي. أنت تكذب يا غازي، أنت كاذب. أنت ما فتشت حارتك، فتشت حارات مجاورة حتى تخفي تكسيرك. سيدي أنا أعرف حارتي جيدا، ولقد وضعت من يراقبها ليلا نهارا
ولقد فتشتها بيتا بيتا وزاروبة زاروبة. نعم إن أبا الصبح ليس موجود بالحارة شيدنا. تبعنا. هذا لا يكفي يا أجل. كان عليك أن تفتش البيوت جيدا حتى لا نزعل منك مجددا. حاضر يا سيدي سأفتشها. انصرفا. Bonjour, mon commandant. Oh, bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Moi aussi, merci. Bon courage. Merci. France, تشكرك لتعاونك معنا سيد مزار. ميرسي مون كوماندان. أخذت منه السلاح اللي لقاه بحارة أبو صقر؟ لا لم ولن نأخذه، سنتركه له ونحاسبه بعد ذلك، وسنحاسب أهل حارة أبو صخر بوجود سلاح فيها. بس أنا برأيي إنه تركوا حارة أبو صخر وبعدوا عنا، تركوها بحالها. لماذا؟ بعدين رح تفيدكم كتير. أنا رح شغل رجال حارة أبو صخر ضد رجال حارة القصر، يعلقوا مع بعض وتزداد الفتنة بيناتهم ويزداد الكره. تركي هالموضوع إلي. يبدو أنك من أصول غير عربية أيضا سيد مزار. بالعكس مو كوماندان. مين قالكم تدخلوا فيني وبحريمي مختار؟ أبو عامر، نحن ما بدنا يصير شيء بينك وبين أبو عزو، يصير حرب، ما بدنا. إيه، ليك صارت. لا، ما صارت ولا رح تصير. بس أنا يعني بعد إذنك اللي بدي أعرفه، أنت رميت عليها يمين الطلاق؟ لا، ولا رح طلق. لك أصيل ابن أصيل. أهلين مختار. يا بي بالآخرة لا تأكل هم حرمتك، حرمتك رح ترجع لك غصب عن رسول أبو عزو. أخي هاي الشغلة بالذات الله يرضى عليك لا تتدخلوا فيها. شو يعني أبو عامر؟ رح تتركها هيك معلقة ببيت أبوها؟ لا سيدي ما رح خليها معلقة. بعدين أنا ما غلطت مختار، أنا ما غلط لما رجعتها لبيت أهلها، غلطي إنه خليتها تروح لحالها علما إنه بيتها ليكو فشختين. طول بالك أبو عامر، بالمختصر نحن ما بدنا اياك تلتهي عن شغلنا. الحماك، شغلتنا اكبر من ابو عزو واكبر من عيله ابو عزو. دخلك قل لي شو صار معه غريب بسجن الكراكون مشان ال... لهلا ما صار شيء. ايه لهلا ما صار شيء. ايه والله اخي السجن ما عم يفضى لحتى ياخذ راحته ويدور. يا لطيف يا طيب، شو عم نستنى؟ نحن مفضين. شو بدك تفضي؟ اخي بنشوف مشكلة المحابيس، اللي بنقدر نحل له مشكلته بنحلها، واللي ما بنقدر بنحكي مع غازي افندي خليه رحله على القلعة. شو هالحكي مختار؟ في ناس ما بتستحق مساعدة بنوب. لا نحن متفقنا انه ما نخلي ولا شب الكراكون مشان ما تاخذ رجلهم على المشاكل. مزبوط مختار، بس نحن حكينا قبل هيك انه في ناس لازمهم قلعة، خاصة انه عملتهم كبيرة. هلا هدول اللي عاملين العملة كبيرة نحن ما رح نقارشهم وخليهم يتحولوا على القلعة، لكن الشباب الصغار شالتهم صغيرة لازم يطلعوا عم السجن. شو؟ هاي زينة العقل. ها معك. لك يوم عن يوم عم تكبري وتحلي مثلي أنا، بس ما حدا عم يشوفنا. بتعرفي شو؟ على فكرة أنا شايفتك وبعرف إنه أنت كمان شايفتيني، بس أنت ما لازم تكبري أكتر من هيك، خليكي صغيرة وحلوة.
ما تكبري، كله بتدبلي وما بيعود حدا يطلع فيكي. شو يا مو فاق ابوكي؟ لا يا مو لسه ما فاق. اي منيح، خليني الحق اطبخ قبل ما يفيق. وين كنتي يا مو؟ كنت عم شق على وحده حبلانه تقبريني. الله يقومها بالسلامه يا رب. امين يا رب. شو بدي اقول لك يا مو، الحلاب جاب الحليبات؟ ايه امي جابهم. شو عملتي فيهم؟ اخذهم ابي منه، حطهم بالمطبخ ورجعنا. يعني ما غليتيهم؟ لا ما غليتهم يا مو. يبعت لي حمى انا، إيه كان لازم اول ما وصلوا الحليبات تحطيهم على النار وتغليهم، هلا بيفرطوا. امي ابي ما شعل لي النار. وما تشعليها انت، اه ما تشعليها، بشو كنتي ملتيه؟ يا مو ابي قال لي انك ما رح تطولي، راجعه بكير، تغلي لنا اياهم وبتعملي لنا اياهم رز بحليب. يا بدي اتشقف 100 شقفه انا. ناخذ ذهبات عمو ابو مرعي، بعد منها بنفكر شو بنساوي. والله يا عقيل انا بشوف انه ما نساوي شيء لحتى ناخذ المصاري كاملين مكملين. شنو ابو مرعي بينخاف منه؟ يعني بينخاف انه نقتل سياح يقوم يفركها من الوش. فشل، قبل ما يفركها من الوش بيملي وشه. عقيل نحن لا بدنا ننام بين القبور ولا نشوف منامات وحشه، خلينا عم نشتغل على الصاحي. يعني اذا قتل سياح ابو مرعي ما رح يتهم بقتله، وخصوصي اذا اللي بعتناه كم يشوف حاره القصر. كلامك مزبوط يا بديب. بقول له بدنا المصاري كاملين مكملين، بعدين بنعمل له اللي بده اياه. ما بظن يدفع كل الذهبات. شو عليه علي؟ يدفع نصهم معلش. قلي لشو؟ مين ممكن يعمل هيك عمله؟ والله مالنا الا دعدوش. دعدوش؟ ايه عقيد دعدوش. شو بنا؟ المثل بيقول لك لا تاخذ الرفسه الماكنه الا من الكر الضعيف، ودعدوش بيعرفوه حاره القصاب. وما بيعترضوا وقت بفوت وبيطلع. ودعدوش بيعرفوا لصياح بيع الحليب؟ هلا يمكن يكون ما بيعرفوا، بس اذا ما بيعرفوا بندلوا عليه، لانه ما في الا صياح بكل حاره القصب ببيع حليب، واذا ما عرفوا لصياح الا ما يعرف حماره. مظبوط. شنو ما في غير صياح وحماره بيعون حليب بحاره القصب؟ شوف يا مختار، انا هلا بالسجن ما عندي ولا محبوس الا واحد. ايوه، ومين هو؟ هذا الشاب الصغير اللي سرق الغلة تبع معلمه ببيع الأشاش والخاعات هذا. ايوه عرفته، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه عم تسأل؟ غازي افندي، نحن لازم نساعد هالمحابيس، وما لازم نخلي ولا شاب محبوس عندك. طيب هات نشوف شو بدنا نساعدهم. يعني مثلا هذا الشاب المحبوس عندك بندفع لمعلمه المصاري اللي انسرقوا منه، فهيك بيسقط حقه ومنطالعه، لانه يعني نحن ما بدنا اياه يضل محبوس وبعيد عن اهله مشان ما يتعلم على السرقه وتاخذ ايده عليها. ايه بس يا مختار في شغله ثانيه، في عنا الحق العام، يعني لازم نحبس. يا غازي افندي، نحن ما بدنا نحبسه، شنو هذا ما سرق من الباب للطاقه، هذا سرق مشان يطعمي اهله. ماشي يا مختار، بس بدي لك شغله، ما بقدر بخلي سبيله لحتى يجي معلمه ويسقط الشكوى اللي رفعها ضده. هي بسيطة، اتركها علي، أنا بجيب لك إياها لهون وهلأ كمان. ولا يهمك يا مختار، لا تعذب حالك، هلأ بشوف واحد من عناصر الكراكون بيروح بيجيبه من دكانته. شو نايه؟ سياح لسه ما اجى؟ اهلي عم ابو مرعي. لا والله مو هون، بس هذا وقته هلا يجي. ايوه متى ما اجى الله يرضى عليك. اللي مرا عمك ابو مرعي سال عنك. على راسي عمي ابو مرعي، بس ايش كان بدك شيء انا بخدمه؟ قل لي شو بدك وانا مساوي لك اياه. لا الله يعطيك العافيه، بس خليه مر لعندي ضروري. خلص تكرم عينك، هلا بس اجى سياح بقول له عمي ابو مرعي اجى لهون وبده اياك ضروري. يعطيك العافيه. الله معك. شو بده من صياد؟ أبصر. لقوم شوف مين. لك عادي انت. لا ايش يا مو؟ هيك يا مو كاملة. نعم يا مو. تعي افتحي الباب، قومي اجري الجليات. قايمة. مين؟ افتحي يا كاملة. هي شهيرة خانم؟ افتحي لها بسرعة، افتحي.
يا ميت أهلين وسهلين بشهيرة خانم. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. شلونك يا كاملي؟ تمام الحمد لله. يا ميت أهلين وسهلين بنور العين. أهلين يا شهيرة خانم. أهلين بست الكل، بعيد الشر عن قلبك يا قلبي. تفضلي حبيبة قلبي تفضلي. أهلا وسهلا تفضلي، شرفتينا والله. الله يزيدك شرف يا أم عزو. بس أنا أخذي على خاطري منك. معقول يعني ما خطر على بالي إنك تيجي تزوريني وتطمني علي؟ والله هو معك حق، نحن مقصرين كتير كتير. بس هالمرة بدك تعذريني يا شهيرة خانم، أنت بتعرفي القصة. بعرف، بس هاي مو حجة يا أم عزو. لا غريب؟ إيه؟ تعال هون ولا؟ أنا حكومة. شبه قاعد مصافي شبه. والله ماني مبسوط يا أخي. متضايق من قعدتي هون مو والله؟ خيرات عوض. قل لي لازمك شيء؟ مو لازمني شيء. بس يعني هذا الزلمة اللي قاعد هون، إمتى كنت سرق لومي بوشي؟ ليش شبه؟ بشو مضايقك بعدته معه؟ شو مضايقني؟ تعال نام هون وجرب، شخيره ما بيخلي حدا ينام. لك أنا اللي ما عم يخلط بمخي. لك إلا بكلمتين من معلمك أبو عامر لغازي أفندي وماجد الفوال بيطلعك من هون. ليش تاركك منقوع بالحبس؟ مظبوط، بس معلمي أخذ على خاطره مني شني كسرت له العدل لماجد الفوال. أيوه إيه، الله يقدم اللي فيه الخير. على كل حال معلمك أبو عامر وصاني فيك وقال لي شو بيلزمه جيب له خدمته قدامه. بقى الله يرضى عليك، بس تطلع من هون قل له هالكلمتين قدامه. ماشي غريب؟ ماشي وفي. أبو سليم هذا الغالة تعال معي. يلا يلا سليم يلا يلا حلو لبرا. وين أخينو عمي؟ بدي رايحك منه ومن شخينو. شلوني معه؟ يعني ما عاد يرجع لعندي بالمره مو هيك؟ لك طالع مرات الكلكتون كله على بعضه. لك يعبرني ربه لو في ايه؟ لك ولا برفعك فلا الي خرج ولا؟ خرج الحكومه لعبه ما اسئله. معقول اللي صار يا ام عزو؟ معقول اخي ابو عامر يروح لعن جوزك مرتين لحتى يرجع كامل وما يقبل يرجع معه؟ بدك الصراحة شهيرة خانم، أنا ما هان علي باللي صار. إيه بس كمان يعني أبو عزو معه حق. كلامك مزبوط يا أم عزو. أنا بعرف إنه أخي أبو عامر غلط لما ضرب على كامل قدام ضرائرة، وغلط لما خلاها تطلع من البيت لحالها لعنكم. بس يعني هو اعترف بغلطه، وأي رجال بيغلط مع برته وبيرجع بيتصالحوا. والله كل كلامك جواهر وذرر يا شهيرة خانم، ومن يوم يومك بتعرفي الأصول والواجب. بس يعني شوفي يا عم عزو، الدايم سعيد الله يصلحها ويهديها حاملة هالقصة ودايرة فيها من بيت لبيت. يبعت لحمة اللي تسلق بدنا سلق، شو إنه لسانة طويل وفضايحية؟ من يوم يومها بتحب اللعن نقل الحكي يا عمو. ومشان هيك أنا جاي مشان وقف هذا الحكي. بتعرفي انتي الكلمة ما بتوصل على حبتها، ورجال ما بيهون عليهم، وأنا خايفة المشكلة تكبر أكتر ونكون بشي ونصير بشي. والله مزبوط كلامك يا شهيرة خانم، أنا خايفة أكتر منك ليقوم يطلع حكي على بنتي كاملة. ومشان هيك أنا جاي أخذ كاملة ورجع على بيتها. انتي يا شهيرة خانم؟ إيه أنا، ولا مالي قدر وقيمة عندكم؟ لا أعوذ بالله مو هيك قصدي، انت ست الكل شهيرة خانم، بس يعني لازم ناخد شور أبوه. كاملة مثل بنتي والله بيعلم قديش بحبها، وهي بتعرف هذا الشيء. اسأليها شحا. ايه والله يا عم شهيرة خانم بتعاملني كأني بنتها. بعرف والله بعرف، وهذا مو غريب عليك شهيرة خانم. أنا جاي أخذ كاملة، وكاملة عندي، وبإذن الله أبو عامر رح يرجع يعاملها مثل أول وأحسن. شو قلتي يا أم عزو؟ خلص مثل ما بتأمري شهيرة خانم. بس ليكي، وقبل ما تشربي قهوة عندي
مدام كامله رح تعمل القهوه انا رح اقعد عندكم واشربها معك. تكرم عيونك يا شهيره خانم على عيني وراسي. لك تسلمي تسلمي الله يرضى عليكي. الله يعلي مقامك يا حق. حبيبه قلبي نورتينا نورتي بيتنا يا اهلا وسهلا. منور باصحابه البيت يا ام عزو. لك يا ابني برضاي عليك تبطل هالكار الله يرضى عليك. هالكار ما له اخره لك ابني بزل صاحبه بزله. لك امي انت ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ انا ما عم العب قمار ما عم العب قمار. واللي قال لك هذا الحكي واحد كذاب ابن كذاب. اذا عم تقول هالكلام كله كذب بكذب طب وين عم تروح بمالك؟ وين؟ ايه علينا امي رجعتي تفتحي لي سيره المصاري. انا هيك بدي اعيش على كيفي. يلي بدي طالعه بدي اصرفه على حالي شيء. وامتى بدك تتجوز امي؟ رح اتجوز بس مو هلا. امتى يعني؟ بس من صار اللي راسمه براسي رح اتجوز ست الستات. من هي؟ بس من صار وقتها رح تعرفي مين بتكون يا مو. ربي يوفقك يا ابني ويبعدك عن الحرام. انا شغلي كله حلال بحلال يا مو. دايمي مزه صحتين وهنا. اسمحوا لنا لا تطوي علينا ابقي زورينا باذن الله. منجي ما بنستغني شهيره خانم. ابقي تعي زورينا اختي مو تقطعينا. ها لا شو اقطعكم. ديري بالك على بيتك يا مو واسمعي كلمه جوزك وراضي. ايه حاضر يا مو. طمن كامله عندي. يلا بخاطركم. يلا مع السلامه. بامان الله. شبكي واقفه روح اجري الجليان. هلا يا مو. لا خلصيني اجري الفناجين. بس كل شي ولا يعمل لي طرني ابو عزو. كمان شهيرة خانم بذات نفسها اجت لحتى ترجع على كاملة. ايه بالمكفى. هذا بيتك ومطرحك فوتي تقبلي. الله يخلي لي اياكي شهيرة خانم. اجت كاملة؟ بتطيح. ميت اهلا وسهلا بوردة هالبيت. اشتقت لك كثير. والله وانا من اكثر يا ضر صارت. كاملة؟ يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا والله. أهلين فيكي كاملة. فوتي على أوضتك وحطي أغراضك وتركني. هذا بيتك مثل ما هو بيت ضرايرك. حاضر حاضر شهيرة خان. إيه فوتي على بيتك تقبريني. فوتي على بيتك. فايتي. إيه والله إلك وحشة. البيت ما حلو من دونك. تعي تقبري قلبي تعي. روحي مع حبيبة قلبك. روحي. هيك لكان يا شهيرة خانم. عملتيها ورحتي رجعتي كاملة على البيت. ايه بسيطة شو علي. بدك تحطي نقارك من نقاري. انا بورجيك يا شهيرة خانم. شآم طيف احلامي وإشراق أيامي هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي أداوي فيه آلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام إلى الشام إلى الشام.
شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي.